بلاد الامريكان. حلقه النهارده طبعا احنا قاعدين في البيت ومفيش حد بيعمل لنا ضوافر، وفي ناس كتير بتسالني على الضوافر. بصوا النوع ده حلو قوي في الضوافر. انا النهارده ده فول مارت، الضوافر دي تتلزق، يعني شايفين الضوافر دي، انا هوريكم شكلها من هنا كمان، انا جايبها من هنا، بس دي بامير، دي لزق، دي يعني امبرست، يعني بتتك عليها بتضغط عليها، دي بالضغط. فشايفين الاشكال، ده $5.97 للالوان. فهني نزلت كده شويه اهو، بصوا شايفين اللون ده حلو قوي عجبني، وبرده ده ودول ده حلو قوي، اللون ده عجبني برده، وده ديزاين كلها موجوده. الام بريس دي حلوه قوي كبراندز، بتقعد تقريبا ممكن اقول اسبوع، لان هي مش جلو، مش يعني هي بيبقى فيها لزق منها، فيها مش سمخ اهو، يعني هو الضافر اهو بتتك عليه وبيلزق، ده يعني حلوه. الكيس كمان حلو قوي، بس ده كمان للرجلين. لو قارنا الرجلين انا مش شايفه الامباكت رجلين هنا، لو هنا هوريها لكم، انا مش شايفاها بصراحه، بس هي هي الامباكت ضوافر الرجلين بتقعد مده، بتقعد مده كبير يعني. الامبرس يا يعني. الامبرس بتاعت الرجلين بتاعتهم بتقعد مده، برده مش غاليه. الكيس دي الديزاين بتاعها حلو قوي، يعني شوفوا الديزاين، الديزاين بس هي اغلى شويه، هي ب 797، هي اغلى. الديزاين حلو بتاعها زي ما انتم شايفين كده اهو، اشكال ده ب $8. هي بتبقى جاي معاها جلو من جواها وهو حلو، يعني دي اللي انا في ايدي، هي دي يعني، هي دي اللي انا جايبها، لا مش اللي انا جايبها، هبقى اوريكم اللي انا جايبها. انا بحب الكيس قوي يعني، كمان لان انا بحب الجلو، لان انا بشتغل صعب، فالجلو بيبقى يثبت معايا شويه. طبعا ده اشكال. هم عاملين مؤخرا انواع جديده، اللي فوق دي زي ما انتم شايفينها، ده بقى الديزاين، هي غاليه ب 11، فيها 30 ضوافر، فحلوه قوي يعني زي ما انتم شايفين كده. وفي طبعا الامبرس برضو عامل نفس الديزاين اللي انا كنت حطاها على العيد، ساعه لما كنا بنعمل الفيديو بتاع الفسيخ كنت لابسه الحاجه دي. في طبعا تاني برينز تانيه مختلفه اهي، طبعا دي كلها الكيس، طبعا الكيس كلها بمختلف انواعها. هو هنا سكشن كبير، دي اللي انا لابساها دلوقتي، اللي هي دي اللي انا حطاها في دي، بس طبعا مختلف الشكل، ده اللي انا حطاها ب $8. وده الجلو، عشان كان حد بيسالني، ده الجلو اهو اللي بيتحط. بصراحه انا ما بتفرقش معايا نوع الجلو، انا بجيب اي حاجه في البيت محطوطه. انا بصراحه اللون ده عجبني جدا، ده عجبني جدا، وده حلو، واللون ده كمان حلو، يعني ده تحس ان هو بيلعب من جوه، تحس ده كان فيه ميه من جواه. وكان في يونيكورن، بس اليونيكورن راح. في برده كنت مصوره فيديو من الفيديوهات، كنت مختاره اللون زي ده كده، كان ازرق. اليونيكورن ورا، اليونيكورن ورا، لا مش موجود، ده ورا خالص، اخر واحد، اخر واحد، لا ده امبرس بارت. فهم على فكره مؤخرا في وومورت، يعني بصوا هنا السكشن، وفي هنا الضوافر بقى اللي عايز يظبط الضوافر زي المحلات وكده موجود تحت. طبعا انا ماليش فيها قوي، يعني انا حكيت الديزاين الميك اب والكلام ده ماليش فيها، بس دول من الحاجات، يعني الديزاين ده كمان جميل، يعني انا عاجبني الديزاين ده برضه، ده كريستال بينور، نور يعني اضاءه كده وانت ماشي. وبصراحه الكيس كمان عنده ديزاين احلى من الامباكت، بس الامباكت بيتلزق، يعني في جلو منه فيه. وفي عندهم، لا ده ماذر اند مامي، ده بتعملهم الاثنين مع بعض، ده ماما والبوتر مع بعض نفس الضوافر، وده برده في الجلو بتاعهم اهو، يعني الام والبنت مع بعض، فحلوين ده برده لو انت وبنتك عايزين تعملوا زي بعض. طبعا انا ومارفيلا بنعمل زي بعض، بيطلع عيني فما بعملش حاجه. فالضوافر على فكره ما عدتش متوفره هنا زي الاول، يعني هنا انا جايه دلوقتي بعد ما انا جايه النهارده بعد ما عملوا ريستوك، لكن كنت جايه من شويه ما كانش في لسه حاجات من زي دي. هتقولوا لي الاطوال، الامباكت ده طوله حلو، يعني مش طويل زي اللي انا لابساه اللي حاطاه ده. الامبرس سوري، الامبرس ده من يعني صغير، مقاسه حلو، الناس اللي بتشتغل وزي حالاتي كده على طول، فده المقاس بتاعه حلو. هنا ده طويل، ده طويل ومكتوب عليه لونج، هنا ده اكس لونج، اكس لارج لونج، ده شايفينه هنا اكس لارج لونج، ده لونج، ده ميديوم، ده انا بجيب السمول او الميديوم.
ده اللي هو البتيت ده انا بحبه بصراحه اللي هو البتيت ده الصغير خالص ده اللي هو بيقعد مده شويه معاك يعني بيبقى قصير. هنا في المقاسات لارج اللي هو لونج والميديم اللي سمول يعني اصغر وده السمول الشورت. انا بحب الشورت يعني انا اكتر حاجه الشورت لان انا بشتغل على الكمبيوتر فالشورت بالنسبه لي احلى. وهنا ده زي ما انتم شايفين كده هتلاقي مكتوب الاس والام والحاجات دي ما عدا الماركه دي هي دي مكتوب عليها بتيت. طبعا السكشن بتاع المونوكير والالوان والديزاين هنا اهو. بس طبعا انت بقى حسب ضوافرك بقى يعني انا واحده مهمله جدا في الضوافر يعني فهو بالنسبه لي انا كان الصالون فدلوقتي احنا مش مأمنين لنروح اولا مش مفتوح وثانيا حتى بعد ما يفتحوا لان هو خلاص بيفتحوا مش هنبقى مأمنين قوي. يعني شوفي كمان هنا الديزاين ده حلو قوي ده الديزاين اللي هو هنقول الشتوي شويه هما بيعملوا ديزاينات حلوه قوي هنا بصراحه بتعجبني يعني كل فتره بينزلوا ديزاين ولاد اللذينه بيعملوا حاجات حلوه فيعني هو انا كل اسبوع بروح اشتري علبه هي فيها 30 فبفضل بقى اغير فانتوا بتشوفوني كل فتره كده مغيره لون ضوافر اعرفوا ان انا بجيبه نوع شكل جديد وببتدي ايه الزق افضل الزق. اتمنى الحلقه تكون عجبتكم واستنونا في فيديوهات تانية جايه كتير من هاني ومريان في بلاد الامريكان. باي باي سلام.